احمد التجاني ده المدح البرعي برضو. شفت البرعي ده خامي وسخ الدنيا ده كله. لا ميو التجانية ما خليهم، المكاشفية ما خليهم، وغيرهم كلهم خاميهم. قال سيدي ساكن فاس بناديه ده. قال احمد التجاني قال جاءني جدي رسول الله فقال له ان صلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة. قال له كده. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. البرعي ده خام يقول لك ده الأولياء صالحين وما تتكلم فيهم وبيلو حنك بيلو حنكك. والبرعي ذاته البرعي لما جاته الحصوة لما داير يموت خلاص نادى من نادى الأولياء وبعد ما رجوا قال هيا أبو التاية في كتاب علام الطريق قال هيا أبو التاية وحامد بعصايا تزيل الحصايا وأمرت كلايا. وبعد دمات وما يعلم جنود ربك إلا هو مات بحصوة يقول لك ده ولد كبير وغوز زمانه وتلقاه في الدكان شفت لي دكان معلقين فيه صورة المكاشي ويعتقدون فيه انه بيجلب الرزق وبيجلب وبيدي الولد وغيره. آخر مثال أذكره من كتاب وهم من الذين افتروا على الله كذبا ده كتاب ظهير الرياض تأليف عبد المحمود نور الدايم. ده قال شنو الزول ده قال لك بيعترض على الله عديل. قال شنو قال ونظير هذه في صفحة 134 كتاب ظهير الرياض بتلقى في الدار السودانية الكتب شرق مغابر الأتراك من هناك شرق الجامع الكبير بتلقاه قاعد الكتاب ده. قال ونظيره يجيك محمد منتصر الزيرك وغير من الشفت اقول لك لا الفتيتو يعني احنا نالف كفر وشرك زي ده ما بنالف حياه زي دي هذول يعني احنا زماننا ما مكفينا عشان نقرا قران نقعد نالف في كفر زي ده. شوفوا قال شنو قال ونظير هذه الحكايه ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني في ترجمه سيدي الشيخ محمد الشربيني. بتعرف زول اسمه محمد الشربيني؟ قال في ترجمة سيدي الشيخ محمد الشربيني قال لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت حضر إسرائيل ما اسمه إسرائيل اسمه ملك الموت قال حضر إسرائيل لقبض روحي فقال له الشيخ شوف قال له شنو لما الملك الموت جاي يقبض روحه قال له ارجع إلى ربك فراجعه يعني يزعم إنه ربنا غلطان في هذا الأمر وتعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قال ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر قد نسخ فرجع إسرائيل. قال شوف ده منو ده ملك الموت الله المستعان. قال فرجع إسرائيل وشفي أحمد من تلك الوعكة وعاش بعدها 30 عاما بعد العمر الكاذب لك الله قال عاش فوق تاني 30 سنة. قال ومن ذلك المعنى الخارق للعادة أن سريته رابحة التي أهداها إليه الشيخ ناصر ولد أبو لكيك لما توفيت ودفنت كان الشيخ جالسا على شفير قبرها فلما حضر الملكان زعق زعقة بهم عالية ثم قال يا أبا الله ورسوله أن يفتن أو يعذب جسدا التصق جسده بجسده. قال ربنا ما بيعذب أبا الله ورسوله أن يعذب جسدا التصق جسده بجسده. شوف هذا الافتراء على الله عز وجل. عشان كده ربنا قال في نهاية الآية ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم
أي قال ابن كثير باسطوا أيديهم بالضرب ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولعذاب الآخرة أنكى وأشد لهؤلاء الذين يشركون بالله شيئا. فهذا كله من الخزي العظيم وهذا كله المود البلد اللي ورا يقول لك الدقيق غلا والسكر غلا كله ده كله بغلا مش في صوفية حايمين دلاقين وبيعبدوا القباب والأضرحة يا سيدي وبدر مدد ويا الكزنزان مدد ويا الكباشي وغيره ده بلد ما بتمشي لقدام البلد ما بتمشي لقدام إلا بتوحيد خالص بتمشي لقدام أما بشرك ما بتمشي سنتيمتر قدام فيجب على الناس أن يوحدوا الله عز وجل حتى يحظوا بجنة الله عز وجل وأقول قولي هذا وأقدم المتحدث بعد آدم النجيري آدم شيخ آدم.